روبوت HR1S، حنا قاعدين نحاول نتواصل معك من أول، لكن ما لقينا رد منك. أنا كنت أحاول التواصل معكم يا دكتور، لكن جهاز التواصل خرب في رحلتي. فارس وهديل أصدقائي اللي استضافوني في بيتهم وساعدوني في تصليح جهاز الاتصال عشان أقدر أتواصل معكم من جديد. شكرا لكم، أهم شيء تطمننا على سلامتك. الحين أبيك تستعد للرجوع للمستقبل. شلون؟ راح أدرس الموضوع مع فريق مركز الأبحاث وأرسل لك الرد في أسرع وقت ممكن. شكرا يا دكتور منصور. لسه حنا محتاجينك مساعدة العالم للحفاظ على الماء، وباقي كثير بعد. قبل أمشي راح أحرص أن يكون في بيننا طريقة تواصل حتى لما أرجع المستقبل. أنا عندي فكرة، نقضي الوقت لين يوصل رد الدكتور منصور، وش رأيك يا عمر نتسابق ونشوف مين يوصل أول لآخر المسبح؟ يلا أنا مستعد. بس قبل تبدون السباق لازم نتأكد من وجود الفلاتر اللي تحافظ على نظافة موية المسبح. وش فائدة هذه الفلاتر؟ هذه الفلاتر تغنينا عن تغيير الموية لأنها تساهم في ترشيد المياه وتحافظ على نظافة المسبح. وش بعد؟ وبعد ما ننتهي من المسبح لازم نستخدم غطاء المسبح ونقفله عشان الموية ما تتبخر ونخسرها. والحين جاء وقت السباحة يا فارس. واحد، اثنين، ثلاثة، انطلقوا. حريص حريص، وصلتك رسالة. ايش فيك يا حريص؟ راح يرسلون لي الروبوت MNQ1TH يرجعني للمستقبل، والآن مهمتي أبني موقع آمن لهبوطه. طب وش المشكلة؟ العم جابر موجود ويقدر يساعدنا. وهل أكيد أن العم جابر عنده كل الأدوات اللي نحتاجها؟